هل يعجبه ستايلي؟ عسى يركزوا بالرقم أو بالشكل الذي يجذبكم أكثر شيء. المجموعة الأولى. الجواب نعم، يعجبه شكلك وطريقة لبسك، لكن هذه المجموعة الطرف الثاني سواء كان شاب أم فتاة يغار عليك من ستايلك. إذا كنت فتاة فيراك غير ملتزمة كفاية ويريد أن تغيري نمط بسيط بلباسك، يعني لو شيء بسيط. فهو يحب الحشمة وصارم جدا. أما إذا كنت شاب فشريكتك تراك تهتم بنفسك كثيرا وتخاف أن تكون تحاول تلفت نظر غيرها، وتتمنى أن تغير طريقة لباسك لشيء تقليدي أكثر. بشكل عام الطرف الآخر يراك جدا مثير ويحب لباسك، وهو ما جذبه لك. ولكن بعدما ارتبط بك أو سيرتبط بك سيحاول تغيير بعض الشيء بلباسك، فهو يغار وينزعج. في بعض الأوقات يحب أن يعطيك حريتك ويصمت، لكن أشعر أنه بالأخير سيتكلم. المجموعة الثانية. في هذه المجموعة يشعر الطرف الآخر بحب تغيير شيء ما بستايلك. قد تكونون ارتبطتم بهذا الشخص وذهبتم لبلدة متحفظة وتتطلب منكم تغيير اللباس والستايل بعض الشيء، أو قد يكون الطرف الآخر قد حاول مرارا وتكرارا أن يغير فيك بعض الشيء. قد يكون بسبب بعده عنك أو بسبب سفركم كما قلت سابقا، لكن هذا الشخص لا يفعل هذا من تعصب بل من خوفه الشديد عليك، وكأنه بعيد وأنتم مخطوبون أو متزوجون، يخاف عليك من الحسد أيضا. أشعر بأن لباسك ملتزم بعض الشيء وتميلين للحشمة ولا خوف عليك، فكأنك أيضا تتفهمين معنى كلامه وتشعرين أن معه الحق. وأحيانا أيضا يشعر بأنك تلبسين لباس رياضي أو عملي كثيرا، ويحب الطرف الآخر أن تلبس لباسا رسميا أكثر، أو يبرز أنوثتك أكثر أو رجولتك إن كنت رجل عندما تقابل الطرف الآخر، وكأنه يحب أن تهتم بنفسك أكثر عندما تقابله. شكرا للمتابعة وبالتوفيق للجميع.